وصافا البنات دابا خلينا نرجعوا للمحتوى ديالنا، نرجعوا للنصائح اللي عندها البنات. بزاف كلشي كتكتبوا لي بغيتوا النصائح وكتكتبوا لي مشاكلكم، ولكن عندي الميساجات هاك سورتو مورا العرس كلشي كيبارك كلشي. فقولوا لي البنات اللي عندها شي مشكل نرجعوا للمحتوى ديالنا، نرجعوا للنصائح ديالنا. يلا اللي عندها شي مشكل تخليه لي هنا نجمعوا شويه. اختي دابا 4 شهور وانا كنعرفو مازال ما جبدش معايا الزواج وباغيني نعيس معاه وانا ما كنقدرش نقاوم. واش نشوف اكبر غلط اللي تقدري ديريه مع راجل هو انك تعطي الشرف ديالك، اولا بالدارجه كما قلتي تنعسي معاه. راه الراجل اون فوا كياخذ الحاجه ديالو ديالك من ديالو منك صافي كيقدر يبقى معاك، يبقى معاك على مصلحتك، من بعد كيعيفك. كيديموتيفا باش يتزوج. شوفي راه حنا مجتمع، حنا عربي، حنا راه حنا عرب ماشي قور. القاوري عنده داك الاسبخي اوبن عادي، ولصح حنا هنا المجتمع الشرقي في داك العرق الشرقي كيقول لك كيما دارت كيما سوس، كيقول لك كيما دارت معايا دارت مع غيري وصافي ديت منها هاك داير. فحاولي المغربي شوقيه لا تذوقيه، والله العظيم خليه فهمتي خليه داك لو باسيون ديالو ليك ديما ديما ديك الحاجه ما وصلاش. نهار تعطيه كلشي عارفي غتخسريه، والله شرفك خلي اخر حاجه تقدري تعطيها وتشيها حتى المر الحلال. تي كنت دائما رافضه فكره نكونوا في علاقه حتى لقيت واحد حبني وحبيته بزاف. كيفاش نعرف اذا سيريو معايا وحاب يخطب ولا مازال؟ اول حاجه داك اللي كيبقى عليك تصويرتك تصويرتك واقفه وما عرفوش بقى ولا نقارضوا تصويرتك تصويرتك واقفه شنو لابسه اجي نمشيو للدار اجي نديرو عطيني هذاك اختي قطعي منو لياس. وداك اللي كيقول لك بعدا من بسم الله اليوم عرفتي غدا يقول لك كان بغي كان مش عليك قطعي منو لياس. الراجل كيكون ناوي الحلال كيخاف على سمعته معاك فهمتي، ما كيبغيش يخسر صورته في عينيك، ما كيبقاش من دوك الطلبات اللي ممكن راكي فاهمه كيحتار فهمتي كي فهمتي على الاقل هادو ما يديرهمش تقدري تفكري معاه اللي بعدا. ملي كيغدا بعد غدا يقول لك كان بغيك كان مش عليك حبي وعرفك البارح فهمتيني. هذاك مصالحش اللي بقى عليك وريني عري لي ديري لي صيفطي لي ابي الفيديو هذاك مصالحش ما كون يا مهم ما دارش هذا الشيء وهذا راه فيه الخير. جاوبيني كيفاش نطيح الكراش، راه درتكم فيديو كيفاش تطيحوا الكراش. كيفاش تطيحي الكراش؟ اول حاجه واحد الانسان اللي ما كتعرفيه ما كيعرفك كتشوفيه غير في هكا باغازغ الكراش خصك تطيحيه بالمظهر، يكتب عليك الكذب لبسي لي زوين وتنتكي لي زوين وجي ليا تيتيذا وعطيا العين، راه الكراش غيتافت لك غيتافت لك. هضرني لنا على وجاده اختي، وجاده شوفي حرشين عندك الرويج دي حرش وشويه مشرمل لا واستغفر الله العظيم ربوا بزاف عندك ديك غادي ربك دين امك يا شيطان. فعندنا حنا عندنا الهضره حرشه فهمتي ماشي كريميني فهمتي. فالراجل الوج دي شويه وكيغيروا بزاف مغيارين بزاف ومهم مشرملين. بغيتك تجاوبيني واش معناها تكوني مع شخص وما يهضرش معاك مرات برك ويقول لك باللي مشغول وما عنده حتى اهتمام؟ معناها ما كيبغيكش، معناها راه داير لك غير باستون، معناها راه داير شي وحده تما ولا ما مسوق لكش، معناها ما كيبغيكش وما غيدير ما بدايش فيك. في اختو العزيزه هزي كرامتك وسيري. شوفي نقول لك واحد الحاجه، الراجل بونك كيشوفك مهتم بيه ولاصقاه وعلاش ما سولتش تبقى علاش ما قلتليش وعلاش ما عيطتش ليا وعلاش ما تي كيعرف بلي راكي في الجيب صافي كيزيد. اون فوا كيحس بك الاهتمام ديالك من جهته قل ومشي جهه يجي يقلب عليك يقول فين مشات واش فهمتي. فميكي شويه ميكي كيفاش ندير باش نتفارق معاه؟ ماما ما بغاتوش، هو قال مو تخطبني قلتها لماما وما رضاتش قالت لي انا سخطة عليك الا تزوجتي به. صراحه انا ما كنظنش انه كاين شي ام غتسخط على بنتها الا تزوجت واحد ولد الناس، ما كاينش شي ام غتكره الخير لبنتها. فطونك الام ما بغاتوش وقالت لك كنسخط عليك الا وراه شفتي حاجه ما هيش وعارفه انه ما غيساعدكش وما كيوالمكش. فانا جاتني ديري بنصيحه ديال امك. شنو رايك في واحد كل مره نقول ليه خطبني يقول لي حاجه وكل مره صبا ولا يقول ليه بغيت شي حاجه كيغبر النهار كامل؟ انا رايي اختي راه باين. شوفي شي مرات كتكون في الحقيقه واضحه من كيبغي يمحمر راسو كيبقى يقلب الاسئله الاجوبه اختي. الجواب هو راه باين سيد كل ما كيقلب سيد ما باغيش المعقول سيد باغي يدوز الوقت. سيد فاش كتهضري معاه في المعقول كيقول لك مثلا لا وغنشوف والظروف. كاينش حاجه سميتها الظروف، ما كاينش حاجه سميتها الظروف. يعني الراجل فاش كيكون باغي المراه ما عندوش ولا شي حاجه كتكوني متفاهمه داكشي راه بيناتكم. على الاقل كيجي كيدير الواجب يقول لك انا واجب من غدا تجيب ما ماغاديش يقول لك نديك من غدا وندير لك العرس، مي اون موان يدير عليك واحد الكلمه رسميه تولي صميم يبقى جرجر فيك، راه غيبقى مجرجر فيك ما تسنيش شي حاجه اكثر. كي نتلاقاه ما يمدليش التليفون والمود باس ثاني، وهاد المره قال لي مدي لي المود باس. قلت له لا قال لي ما انا ما نهضرش معاك. قلت له اوكي دير لي فين دسرته هو ما يعطيكش المود باس وما يعطيكش التليفون بصح انت عندك المود باس والتليفون وباز يا اختي. كنا نفرشخ المول وجه بداك التليفون زعما كيفاش زعما هو ما يعطيكش المود باس وتعطيه المود باس زعما شنو زعما الحكام ما جوجش الحكام هضر سميتو الدل على ديك التليفون هو ما يعطيهلكش. قلت ليه نتفارقوا وتنادم معايا الحال اش ندير نقول ليه نرجعوا ولا بنطلع حرام عندك يقول ليه نرجعوا.
واخا برقعتيها شوفي انا نقول لك واحد الحاجه الفراق اللي اخر حاجه ملي تشوفي باللي السيد صافي ما صالحش البلوك والفراق اللي اخر حاجه شفتي فاش تبلوكي وملي ديرك شي حاجه كبيره غتولي فيك الدوده وديبلوكي غديبلوكي شي صافي غادي يعقلها فيك غادي تقول صافي غديبلوكي وديبلوكي كل مره ما غيبقاش يبقاش يديها في الغضب ديالك بزاف خلي البلوك والفراق اخر مره باش نهار تطلبي الفراق يبقى يقفقف فهمتي ما تقولي لهش نرجعوهاش دير لارض كوني وتلقي ستوريز بيجي يهضر معاك بنيتي ما تقولي نرجعو قفرتيها ما تقوليلوش نرجعو عليك تقولي نرجعو قفرتيها واو ما شاء الله شحال جيتي غزاله كل نهار كتزيدي تزياني كنحبك وليت كنسناك غير امتى تعمل ستوريز خليكم ليله البنات شكرا على مساجاتكم زوينين ما قدرتش نجاوب كل شيء شكرا على الحب ديالكم كنحماق عليكم رجاء احكي لنا على سر نجاح ليله العمر شوفي هذا الفيديو خاصو يكون طويل حيت فيه سلاميت كاع اول حاجه سر نجاح ليله العمر هضر على التجربه الخاصه ديالي اول حاجه انه ما يكونش الغضب لا فيديريتي شوفي الثقه شوفي العلاقه كتكون مبنيه على ثلاثه ديال الحوايج ثلاثه تاع الركائز اللي هما لا كونفيونس ولا كيما نقولوا الثقه والحوار لا كومونيكاسيون ولو ريسبي ضروري يكون هادشي فاش كتكون الثقه كتكون لا فيديريتي يعني ضروري خاص يكون تكوني انت فيديل وهو فيديل ما كاينش الخيانه يكون لو ريسبي بيناتكم تحترمي ويحترمك وتكون الحوار تيلا تراجي نقاش كتكومونيكاو بيناتكم باش تحلوا المشكل الا ترخى غير واحد من هادو صافي العلاقه كتمشي فهمتي ما كتكونيش انا بعدا ما كنت كنهضر مع الدراري ما كنتش كنشوف لها كلاك وعمر كذلك فربي فاش كتكوني انت مصفيانيتك ومصفينيتو يكون هو ولد الناس وجي بنت الناس ربي كيسخر اما فاش كيكون فيك الدغل ولا هو فيه الدغل والله لا كملكم ربي بالحلال كتكون واحد الخلل في العلاقه فصفينيتك وديري ديما صلاه الاستخاره قبل ما ديري اي حاجه ديري صلاه الاستخاره باش ربي يسهل لك هذه من جهه اخرى ما عمرك تحاولي تكوني مدلوله الراجل ما كيبغيش المراه المدلوله يكذب عليك الكاذب اللي يقول لك انا كنبغي المراه المدلوله وتحس لي الكابه وتبكي لي دائما تخليني والله العظيم شوفي الراجل الا كان قال لك مدلوله الا شافك مدلوله ما يديكش نقولها لكم حتى لي عمر كان شافني مدلوله والله ما يديني عادي شوفي ماشي تكون شخصيتك تكون قويه ماشي شخصيتك فوق الراجل انك تغوتي عليه لا ماشي هذيك الشخصيه القويه الشخصيه القويه انك يكون عندك راي خاص تعاوني فهمتي يعول عليك في الاختيارات تعاوني يتشاور معاك كون عندك شخصيه ماشي حسب راسك راه مزوج بحال شنو ندير اللي بغيت شنو شري هادي ما عرفتش تاكلي هادي ناكل اللي بغيت زوينه زوين لا الراجل كيكره هاد المراه اللي راك الراجل كيبغي المراه اللي تساندو في القرارات ديالو وتشاركو في القرارات ديالو وتكون قويه وتربي الولاد ماشي مخنخامي خيه غير اللي مرخوفه فهمتي تكون عندك شخصيه يكون عندك كلمه يكون عندك راي خاص فهمتي هادو حوايج ما تكونيش مدلوله يا بنت الحرام وغيتابعها ديني تزوج ما الراجل ما يبغيش كما يراك كما حنا الراجل كنبغيو حنين او ميم طون قاصحه راه حتى الراجل كيبغي المراه حنينه او ميم طون قاصحه حنا في وقت الحنان والحب وهذا وفي وقت اللي خاصك تكوني قاصحه خاصك تكوني قاصحه يدير شي غلط ما ترحميهش من دير الغلط هكا كبير ولا ما تبقايش عليه الغلط وتسمحي دائما انت هو داير الغلط شي تطلبي السماح ما تكونيش مدلوله صاحبتي فهمتي دار الغلط يتحاسب ماشي يقول لك ديري شي حاجه كبيره ولكن على الاقل تاخدي موقف هذا فهمتي دار علاش كيما نقولوا ما كاينش الحنان ديما الحنان فوق الغلط الحنان فوق الحنان لا فاش يدير علاش كي كتزير خاصك تعرف فوقاش تزيري وفوقاش ترخفي تما فاش بقات فهمتي ما تبقايش تحاسبي بزاف على اي حاجه ما تبقايش تنوري بزاف على اي حاجه ما تبقايش عندك الحاجه التافهه تخليها تاثر على علاقتك علاش درت علاش ما هضرتش معايا ثلاث مرات ولا مرات بقيت نجري الراجل ما يبغيش المراه النكاره والنكاديه خلي له شي واحد المساحه الخاصه ديالو خليه يتوحشك شويه ما تزنيش عليه بلي زابول مسج كل شويه خليه يتوحشك المصيبه الكحله ما تبقايش تلصقالو في الزنطيط واهم حاجه تكوني انيقه وتكوني زوينه وديما ريحتك زوينه وديما مقاده ماشي تقولي ديما ريحتك عرقه صاحبتي تفوت تعيفي ولا يكون ديما شعرك مخنتش ولا ديما كسوتك ما مرت خاصك تكون شوفك نقيه شوف الانوثه اهم حاجه شوفي نهضر هكا حتى ما كاش انوثه الانوثه كتكون غير مع راجل يكذب عليك الكذب انا نفس جميل تشوفيني راجل نهضر معك هكا ديك الانوثه تبان مع راجلك شوفي ما تكونيش متاحه للكل غير اللي جا الراجل كتكبري في عينو بزاف ملي ما كتكون ما تعطيش قيمه لاي واحد تلعبي ديك البنت اللي كتعطيه قيمه غير هو ما كتهضرش مع اي واحد ماشي هز التليفون كيلقاك عامره ميساجات وهذا الميلود وهذا مول الحانوت وهذا مول الصاكه وهذا ما يحترمكش هكا كيعرفك باللي فاش كيشوفك لا ما عندكش وكتعطي القيمه غير شكون وشكون عطيتي قيمه غير هو غادي يحس براسو شي حاجه تجيكو كيتعلق بك اكثر فحبيبه ديالي هاد النصائح من ذهب ديري لهم حلقه خصك نمشي نطيب الغداء النصيحه ليك اختي راك كتخلطي بين مفهوم الشخصيه القويه وبين الترجل راك وليتي مترجله بهذه الطريقه اللي كتهضري بها اختاه في الله انت اللي راكي غلطه بين مفهوم الانوثه الانوثه ما كتكونش ديفون طول موند نتلاقى هاي البنات كي دايرين لاباس عليكم كيدوزو نهاركم جيسبيغ كو فوز الي بيان شوفي التحلوين كيكون الانسان وحده ما الا بقيتي كتحلوني دوفون طول موند راه صافي ما وليتي باسله فخاصك تولي تفكري في مفهوم الانوثه
الحمد لله كنهضر نورمال، كل واحد طريقته، كاين اللي كتهضر هكاك طريقتها هي طبيعتها اللي راه هكاك، انا اختي طبيعتي اللي راه هكاك. الانوثه ديالي ما كتبانش مع كلشي، كتبان مع راجلي فوق الحنان فوق الحب فوق هذا. اما اختي بقا نطلق انا نتعوق ونتعوج، اختي انا جو سوي هكا، البنات بغاوني هكا وكيحماقوا عليا هكا وني هكا. اختي ما بغيتي صحابك تبعكيك وفريت بيام اوف منك. انا اختي ما عنديش مع ديك العياقه الخاويه، نيشان نيشان. فهاد القتل حنا فيها على قوه الله اكبر، ولا كلشي كيدعي الانوثه، ولاتي كتدخل كتلقاي قليل اللي كتلقايو في سباقته، كلشي كتدخلي صريت كتلقاي هاي جايز اليوم نوليكم بارطاجي معكم شنو خديت اليوم شنو وصلني غندير الانبوكسينغ. ولاتي قليل فاش تدخلي تلقاي وحده تهضر بطبيعتها. انا الحمد لله طلعت بالطبيعه ديالي، هادشي اللي طلعني وخلاني نطلع فاش ملي هو ديك العفويه ديالي والطبيعه ديالي، كنهضر بحال كنهضر مع اختي، كنهضر مع اختي مجمعه. فاش هضر مع اختي باش تبقاي عليها واختي تهضري معاك بنت الحرامه، تهضري هكا هكا كنهضر اختي مع خوتنا ومع صحاباتنا. شوفي صاحبتك اللي ديري معها الصواب وديري معها الاداب وديري معها الحدود، ما صاحبتك ما والو، رمي عليا للزباله. انا صاحبتي لا ما تخسرش انا وياها في الهضره وفتناني ليميت، ما كتسماش صحبه وما تسماش اخوه. فاختي العزيزه اش غنقول لك، بنت مولك يعجبو الزواق في هذا الوقت، ولكن الله يخلينا في صداقتنا. اللي بغى الزواق يمشي عند صاحب الزواق، اختي حنا صحاب نيشان نيشان. اختي الله يخلينا في صداقتنا، كولورادو ما عندناش معاها.